وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه الصور في الذبح تعد شركا أكبر أو أنها فعل محرم بدعة وليست شركا؟ وهي الصورة الأولى الذبح بغير اسم الله وهو يريد اللحم للتقرب إلى غير الله. الصورة الثانية، خلنا مع الصورة الأولى. الله جل وعلا يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم في آياته مؤمنين، إلى قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فالآيات تدل على أن من تعمد ترك التسمية أنها لا تحل ذبيحته، أما من نسيها أو جهلها فإن ذبيحته حلال لأنه لم يتعمد. نعم. الصورة الثانية الذبح عند قدوم العظماء والرؤساء. إذا كان من باب الذبح التحية لهم تحية فهذا شرك ولا يجوز، أما إذا كان من باب الأكل يذبحون لعمل ولايم، عمل ولايم للقادم وإطعام الناس وجمع الناس احتفاء به هذا لا بأس به، أما إذا كان تذبح ما هي للأكل وإنما للتعظيم حينما ينزل من الطائرة أو من السيارة أو من أي مركوب يذبحون عند نزوله هذا شرك، هذا شرك وذبح لغير الله عز وجل. نعم.